وبشأن تردي الواقع التعليمي في العراق ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول الكاتب السياسي الدكتور فالح الخطاب. وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية أيضا من مدينة اسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. نبدأ معكم دكتور فالح. هناك من يقول لا سيما حسن سالم وهو النائب عن تحالف البناء يقول بأن الطبقة السياسية مسؤولة عن تردي الواقع التربوي. بداية، إذا كنتم تتفقون مع هذا الرأي هل فسرتم لنا ذلك؟ نعم، الواقع التربوي في العراق وفي أي بلد هو جزء، هو مخرج من مخرجات النظام العام في البلد، النظام السياسي والنظام الاجتماعي. وبالتالي فإن نظرة موضوعية إلى النظام السياسي، إلى واقع النظام السياسي والنظام الاجتماعي سيعطينا مؤشر على الواقع التربوي الموجود في العراق أو في أي مكان آخر. ولو نظرنا إلى العراق سوف نجد أن هناك انهياراً شاملاً تاماً في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية حتى العسكرية والأمنية. نعم. على خلاف ما يظن، نجد ميليشيات، نجد سلاح، نجد فوضى أمنية، ولكن لا يوجد في الحقيقة جيش عراقي حقيقي تستطيع أن تقول أنه جيش قوي. وبالتالي مظاهر الانهيار شاملة وكاملة، ومن هذه الانهيارات الجانب التربوي. كل الجوانب الأخرى الصحية، الاجتماعية، الاقتصادية، الأمنية، العسكرية، السياسية ممكن على خطورتها، ممكن معالجتها، ممكن تفاديها، ممكن أن نجد لها علاج سريع وقريب. إلا الواقع التربوي فإنه واقع خطير جدا، لأنه يؤسس لعملية تدمير شامل للخمسين أو مئة عام القادمة. وبالتالي فالذين يتحملون مسؤولية ما يجري في الواقع التربوي في العراق يتحملون نتائج خطة محكمة لتدمير العراق تدميرا شاملا لعقود طويلة قادمة من الزمن. ستبقون معنا دكتور فالح. ننتقل إلى ضيفنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ نظير. كيف تقيمون الواقع التعليمي في العراق اليوم؟ العراق الذي تحصل فيما مضى على 5 جوائز من منظمة يونسكو قبل الاحتلال. تحية لحضرتك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة ما يجري في العراق ربما يختلف عن بلدان الأخرى، فجميع البلدان تتطور نحو الأحسن في كافة المجالات، إلا في بلدنا العراق الأمور تتراجع بالعكس. ففي سبعينيات القرن الماضي كان التعليم في العراق قد حصل على جوائز عديدة، جوائز دولية عديدة لجودته، ووصل الحال بأن الأمية وصلت نسبتها إلى 10%، بل وصل إلى أن الالتحاق في المدارس الابتدائية قد وصل إلى نسبة 100%، وهذا يعني مؤشرات تدلل على أن جودة التعليم بالعراق كانت جودة عالية جدا على مستوى الشرق الأوسط. لكن الأمور بدأت بالتراجع يعني من حين يعني الاحتلال بوجهه الأمريكي أو وجهه الإيراني، فقد صاب التردي بالواقع التعليمي بشكل يعني ملفت وغريب. يعني الاستهداف المبرمج لهيئات التعليم والأساتذة الجامعين والأكاديميين والعلماء كان هناك استهداف مباشر لهم، سواء يعني عن طريق العصابات التي تنتمي إلى الموساد وكذلك العصابات التي تأتمر بأمر النظام الإيراني. والهدف من هذا هو واضح، هو جعل العراق بلد يعني متخلف علميا، ينتج عنه جيل لا يملك مستوى علمي أو ثقافي قادر على قيادة هذا البلد. وهذا ينفع الطبقة السياسية، كون أن الطبقة السياسية وبهذا الفساد الذي تعيشه هي الآن هي غير قادرة على حماية أو قيادة شعب واعي ومثقف، إنما ما يتوجب
ويتناسب مع طبقة فاسدة مثل هذه الطبقة التي تحكم في العراق هو أن يكون الجهل مستشري في العراق، والشعب لا يصل إلى مرحلة أنه يعرف حقوقه ويعرف واجباته، وبالتالي سلسلة الجهل هذه سوف تستمر ما دام هذا النظام السياسي هو الحاكم، وما دام هذا النظام السياسي يأتمر بدول لا ترجو للعراق أن يكون ذو كفاءة أو قوة تعليمية. طيب، يرجى أن تبقى معنا سيد نظير، أنتقل إلى الدكتور خطاب. دكتور، كما تعرفون المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية هي التي أدت إلى خراب مؤسسات الدولة، لكن هنا في هذا السؤال كيف أسهمت هذه المصطلحات الدخيلة على العراق في تردي الواقع التعليمي؟ على سبيل المثال تعيين أشخاص غير أكفاء في سلك التعليم. يعني هذا سؤال مهم. في الحقيقة يستحسن أن نقف عند نقطة معينة. العملية التربوية هي نتاج تبدأ بداية من الحكومة والقائمين على الحكومة، أي حكومة في العالم، أنا أتكلم بشكل عام ليس العراق وحده، رغم أن العراق حالة استثنائية في الفساد وفي التدمير، ولكن رؤية الدولة دائما هي رؤية سابقة تريد أن تبلغ بالبلاد مبلغ معين من التقدم ومن العلم، ولذلك تعتمد الأسلوب، أسلوب التربية، المدرسة هي السبيل، هي رافعة إلى ذلك، وبالتالي تضع خطة تربوية قوامها وزارة تعليم جيدة كفوءة وكادر تدريسي جيد جدا ومناهج دراسية، قضايا لوجستية من المدارس إلى ثم الحالة الاجتماعية. لكن عندما نتأمل في حال العراق اليوم ماذا نجد؟ نجد أن من هم على رأس الحكم، من وضعوا على رأس الحكم، هؤلاء نعلم أنهم لم يأتوا لا بانتخاب ولا بكفاءة، وضعوا هكذا وضعا من قبل الاحتلال الأمريكي والإيراني. هؤلاء هم جهلة لا يفقهون شيء لا في التعليم ولا في التربية، وليس لديهم انتماء للعراق، وليس لديهم خطة لغدا. ما هي الخطة؟ الخطة الوحيدة هي جمع الأموال والفساد، وبالتالي وضعت على رأس وزارة التربية شخصيات لا تمت لهذه الوزارة بصلة، ثم أكانت المناهج مناهج ضعيفة، في أحسن أحوالها ضعيفة، وإذا أسأنا الظن فهي طائفية وهي مشبوهة، ثم تحولت المدارس إلى خرائب كما نعلم. المدارس الآن مدارس طين وقصب، ورأينا قبل أسابيع منظر مأساوي عندما كان الماء، الطلاب يجلسون في الصفوف على مقاعد الصف وتحت أرجلهم المياه تغمرهم، والمدرسين يتعرضون للتهديد المستمر. الكادر التدريسي يعني أغلب في الجامعات والمدارس الثانوية والمعلمين هاجر من العراق بسبب الاغتيالات التي عمت منذ الاحتلال، قبل المشكلة الطائفية وبعد المشكلة الطائفية، وبالتالي ثم هناك مسألة أخرى كثيرة الأهمية، التسريب من المدارس، هناك تسرب كبير من المدارس. سنتحدث عن ذلك دكتور فالح، عن تسرب المدرسة، لكن قبل ذلك نركز على نقطة الفساد التي أشرتم إليها، وربما هي التي دفعت المعلمين مؤخرا إلى حراك وإضراب عن العمل. كيف تقيمون هذا الحراك ودوافعه نظرا للظروف التي يعمل فيها هؤلاء المعلمين؟ يعني هذا الحراك ينبغي أن لا يكون مختلف عن الحراك اللي شهدناه في البصرة وفي مدن الجنوب ومن قبل في الأنبار، هو حراك اجتماعي في الأساس مطلبي، الناس يريدون الخلاص من هذا الوضع الفاسد. الفساد بلغ مبلغه، رواتب المعلمين والمدرسين متدنية جدا، يعيشون تحت ظل التهديد والحرمان، وبالتالي هناك مشكلة اجتماعية كبيرة جدا في العراق يمثلوها دائما. يعني نتحدث عن إضرابات، نتحدث عن احتجاجات، لكن هذا كل ما يستطيعون فعله أمام نظام متغول بالفساد ومتغول بالتأييد الذي يلقاه من الولايات المتحدة، دولة الاحتلال وإيران. طيب، سنعود إليك دكتور الخطاب، ولكن ننتقل إلى سيد نظير. سيد نظير، مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اعتبر أن العراق دولة غير مصنفة في جودة التعليم لأنها لا تتوفر فيها أبسط معايير الجودة في التعليم. المشكلة هنا في التطبيق أم بالاستراتيجية المطروحة سيد نظير؟
يعني هذا كان أحد الدوافع التي جعلت يعني مدرسي ومعلمي العراق يعلنون عن إضرابهم، هو بسبب خروج العراق أيضا من التصنيف العالمي لجودة التعليم. وهذا يعني حسب سؤالك، هو هناك تقصير في التطبيق وحتى في المنهج. العملية التعليمية حقيقة هي من تقوم ببناء الشعب وكفاءاته والعقيدة التي يؤمن بها الشعب وحتى توجهه ومعتقداته. لذلك السيطرة على هذا المفصل المهم ومحاولة التأثير عليه سلبا أو إيجابا هو الذي سيحدد قيمة هذه الدولة. وما نراه في العراق أن هناك تعمد في يعني خفض مستوى وجودة التعليم بشكل يعني متعمد، وذلك كما أشرت للوصول إلى حالة أن البلد يعني العراق إذا ما شاء أن يستعيد مكانته ويستعيد قوته ربما سيأخذ عشرات السنين للوصول إلى الحالة التي كان عليها في السبعينات أو الثمانينات من القرن الماضي. ووصل إلى مرحلة أن التعليم يعني ما تبقى من مؤسسات تعليمية هناك أدلجة طائفية، بل هناك محاولة التأثير على هؤلاء التلاميذ بطريقة تفكير يعني واحدة، يعني الطموحات لديهم أن تكون هي واحدة، إضافة إلى أن هناك لا توجد حلول لمواضيع التسرب الأطفال من المدارس، كذلك لا توجد حلول لواقع التدريسيين، مما يجعل كفاءته في تقديم المادة العلمية هي أقل بكثير من يعني أقرانه في الدول الأخرى. هذا الأمر لا من المستحيل أن يكون عفويا، إنما هو مدروس بشكل يعني من قبل الدول التي تستهدف العراق. أحد الأسباب المهمة التي جعلت هناك هجمة شرسة على العراق هو المستوى التعليم الذي وصل له في السبعينات والثمانينات إلى حد 91 كان يعتبر من أفضل يعني الأنظمة التعليمية بالشرق الأوسط. هذا سيجعل خطر، هناك خطر محدق على كثير من الدول التي لا تريد دولة عربية كالعراق أن يكون قوي يعني مؤسسات التعليمية، لأن إذا كان هناك جودة في التعليم معناها لديه قوة عسكرية، لديه ثقافة عالية، أبنائه يفكرون بطريقة علمية، العملية السياسية تمشي بطريقة صحيحة. هذه الأمور كلها لا تصف في مصلحة دول إقليمية بل دول كبرى. والحالة الآن التي يعيشها العراق هي الحالة المثالية بالنسبة للولايات المتحدة أو إيران أو إسرائيل. نعم. بلد ممزق هو للجهل أقرب من العلم. نعود مجددا للكاتب السياسي دكتور فالح خطاب، في ظل الواقع الحالي ما مدى خطورة هذا الواقع التعليمي على فئة الأطفال، خاصة إذا ذكرنا تقرير لمنظمة الطفولة الأممية يونيسف عن التسرب المدرسي عموما للأطفال وكذلك لعدم التحاق الفتيات إطلاقا بالمدارس؟ يعني هذه نقطة أيضا مهمة جدا وخطيرة، من النواحي المهمة التي تعين على قيام نظام تعليمي جيد هو الناحية الاجتماعية. نحن نعلم الآن أن الناحية الاجتماعية في العراق قد انهارت تماما. كثير من الطلاب الذين يتسربون من مدارس، لماذا يتسربون؟ الأب إما مقتول وإما سجين وإما معوق وإما فر خارج العراق، وبالتالي يضطر الابن الصغير لكي يعيل عائلته. هذه مشكلة كبيرة طبعا. نحن نعلم أن رفاهية العائلة جزء متمم للعملية التربوية. هناك حالة خطيرة جدا في العراق الآن تستهدف العقل العراقي القادم، تستهدف العراق للمئة والخمسين العام القادمة أو المئة عام القادمة، تجهيل العراق، وخصوصا إذا أيضا يعني تذكرنا أن هناك نشر متعمد للمخدرات في صفوف الشباب في العراق بشكل غير مسبوق. نحن لا نعلم عن العراق قبل عام 2003 أي انتشار للمخدرات، وبالتالي إذا وضعنا هذا في صف الشباب، الإباحية والشذوذ والمخدرات مع التجهيل، سوف نرى أن هناك حالة انتقام واضحة من العراق والعراقيين. هناك انتقام من العراقيين واضح جداً.
أن هناك من ينتقم من العراق والعراقيين. وأذكر بالقول الذي قاله وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جيمس بيكر عام 91 لطارق عزيز وزير خارجية العراق، قال سنعيدكم إلى عصر ما قبل الصناعة. سيد نظير، نقابة المعلمين دعت إلى الإضراب يومي 17 و18 من فبراير شباط الحالي، تعتقد أن هذا الإجراء كفيل بتغيير الواقع التربوي التعليمي في العراق؟ والله يعني مع يعني الحسرة أقول لك أن هذه الإضرابات لن تنفع كثيرا مع هكذا نظام فاسد وهكذا نظام متسلط بقوة السلاح وبقوة الميليشيات. فكما شهدنا يعني التظاهرات التي خرجت في مدينة البصرة وباقي مدن الجنوب، وكذلك قبل يعني سنوات التظاهرات التي خرجت في بغداد وغيرها من المحافظات، لم تغير من سياسة الحكومة قيد أنملة. وهذا يدلل على أن هناك سبق إصرار بالتعمد على بقاء يعني كل مرافق الحياة في تخلف. وما هذا يقوم فيه التدريسيون هو ربما نستطيع أن نعتبره موقف مشرف لهم بأنهم رفضوا الحالة التي تجري فيها العملية التعليمية، وإلفات نظر للرأي العام بأن هناك جريمة ترتكب في حق العراق والعراقيين، بحيث أن هذا التعليم ينحدر من أفضل مستوياته إلى أدنى مستوياته، بحيث وصل الأمر إلى أنه لا يذكر في التصنيف العالمي. لكن هل يا ترى مثل هكذا تظاهرات وهكذا احتجاجات وإضرابات من قبل الهيئات التدريسية هل ستؤثر في ضمير المسؤول الفاسد؟ هل ستؤثر بهذه الحكومة المحاصصية؟ لا أظن أنها ستصل إلى نتيجة. ولكن هل هذا يعني أن يكف التدريسيين على إبداء موقفهم وإبداء رأيهم في هذا الفساد الذي يطال العملية التربوية؟ بالتأكيد لا، سيستمر يعني إبداء الرأي ويستمر التظاهر ويستمر الاحتجاجات لكي نصل إلى حالة أن الجميع يعرف أن هناك جريمة ترتكب بحق الجيل القادم من العراقيين. طيب سيد نظير، سأترك السؤال الأخير مع زميلتي سمي، ولكن أنتقل إلى السؤال ربما يكون موحدا بينك وبين الدكتور فالح الخطاب. دكتور فالح، ناقشنا المشكلة ولكن نصل إلى الحلول، كيف تتوقع إصلاح الواقع التربوي في العراق بعجالة لو سمحتم؟ يعني إصلاح الواقع التربوي كما قدمنا في المقدمة لا يتم إلا من خلال إصلاح شامل، لا يتم إلا من خلال تغيير شامل في منظومة الوضع العام في البلاد. لا يمكن أن تتأمل خيرا من هؤلاء، لأن هؤلاء ركبوا بهذه الطريقة لا يملكون لا أفق ولا تصور، لا رغبة ولا إرادة. هذا ليس تيئيس، ولكن كل العراقيين الآن يتحدثون عن أن هذا الوضع إذا استمر سيؤدي إلى محق العراق. اليوم سمعت تصريح لأحد النواب يقول فيه سنعلن قريبا موت الدولة في العراق، وهذا هو الشيء الحقيقي. وبالتالي أي إصلاح للعملية التربوية لا يتم إذا لم يتم الإصلاح الشامل واقتلاع هذا النظام الذي أتى، نظام العملية السياسية الذي أتى به الاحتلال الأمريكي والذي يقوم بالوكالة عنه النظام الإيراني. أستاذ نظير، ما هي سبل الإصلاح للواقع التعليمي برأيكم؟ أتفق بشدة مع ضيفكم الكريم بأن إصلاح التعليم وما سواه من القطاعات المهمة في الدولة وفي البلد لا يمكن إصلاحها إذا لم يتم إصلاح العملية السياسية. هناك ترابط وثيق ما بين ما يجري من فساد في كل مؤسسات الدولة وما بين النظام السياسي الفاسد. عند إصلاح النظام السياسي سوف ينعكس هذا الإصلاح على باقي القطاعات. ويعني بشكل بسيط نستطيع أن نرى الدول التي فيها فساد سياسي تجد تأثير هذا الفساد على قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع التجارة، على كل مفاصل الدولة. بينما تجد الأنظمة التي تحترم الديمقراطية وتحترم شعبها ينعكس هذا على تطور في التعليم وتطور في الصحة والحقوق الاجتماعية وكل مجالات الحياة. فهي عملية مترابطة، لا يوجد نظام سياسي فاسد آسن طائفي بهذا الشكل الذي موجود في العراق يخرج منه جودة في التعليم أو جودة في الصحة. بالتأكيد هو انعكاس لما يحدث من فساد في هذه العملية السياسية.
أشكر ضيوفنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبول تركيا دكتور فالح خطاب الكاتب السياسي وكذلك أستاذ نظير الكندوري الباحث والكاتب السياسي، كنتم معنا عبر الأقمار الصناعية.